حديقة اللي كتواجد في جامعة درارقة مدينة أكادير. الحديقة اللي تحلات في 2015 اللي كتحتضن واحد 300 تمساح، تمساح النيل اللي هو ثاني أكبر نوع ديال التماسيح. التماسيح اللي تزادوا في تونس في واحد الحديقة في الجربة قبل ما نجيبوهم لهاد الحديقة اللي هنايا في أكادير. العمر ديالهم كيتراوح ما بين 10 سنين و 20 سنة. التمساح هو التماسيح كلهم كيقدروا يعيشوا حتى 100 سنة تقريبا، وهذا النوع بالذات كيقدر يوصل حتى ل 7 الامتار في الطول ديالو، ويقدر يوصل حتى لطن في الوزن ديالو. والتماسيح هما حيوانات لاحمة. احنا كنعطوا التماسيح ديالنا هنا في الحديقة كنعطوهم الدجاج والبقري، كنعطوهم تقريبا واحد 4 المرات في النهار بالنسبة للفترة ديال الصيف حيت هي اللي كياكلوا فيها اكثر، وكياكلوا تقريبا واحد 80 كيلو حتى 90 كيلو بهم كاملين. يعني يعني التماسيح كاملين كتكفاهم واحد 80 حتى 90 كيلو في النهار يوميا، لانه هو التمساح ما كياكلش بزاف والهضم ديالو ثقيل، فهو كيحتاج وجبه واحده في الاسبوع و3 حتى 4% من الوزن ديالو، يعني من الكونتيتي ديال اللحم اللي خصو ياكل كتكفيه لمده اسبوع. وكياكل 8 شهور في العام، 4 شهور ما كياكلش. يعني الفتره ديال فصل الشتاء من شهر 11 حتى شهر 3 ما كياكلش، ما كياكل والو. والتمساح، التمساح هو من الزواحف، يعني الزواحف اللي هي طريقه العيش ديالها مختلفه تماما على باقي الحيوانات، لانه هو دمه بارد كيخصو واحد المده في الشمس باش ياخذ الطاقه الشمسية باش يسخن باش يقدر يهضم الماكلة اللي كلا باش يقدر يتحرك، فبالتالي هو كتصعب يعني تواصل معاه. يعني هو واحد التمساح، واحد الحيوان اللي صعيب تواصل معاه. فتقريبا الناس اللي كيتواصلوا مع التماسيح فهما كيحتاجوا واحد الخبرة طويلة، يعني تقريبا باش تتعامل مع تمساح ديال مترو حتى المتر ونص في الطول خاصك على الأقل واحد 5 سنين حتى 7 سنين ديال الخبرة باش تعلمت تعلمت يعني تفاهم توية كما تنقوله. وفي التماسيح هي حيوانات خطيرة مفترسة، وهما من أخطر الحيوانات المفترسة، وتمساح النيل خصوصا فهو كيمتلك أقوى عضة، أقوى فك، يعني أقوى فك كاين هو ديال تمساح النيل اللي كيقدر يوصل الضغط ديالو حتى لجوج طن. والتمساح عنده سنان عنده ماضيين بزاف، لانه كيبدل سنانو كل عامين بصفه تلقائيه، كل عامين كيبدل السنان ديالو على طول الحياه ديالو تماما بحال القرش، كل عامين كينوضوا ليه سنان جداد. كنعطوهم تقريبا 4 الوجبات حاليا في الصيف. 12، يعني اول وجبه كتكون مع 12، وثاني وجبه كتكون مع 3، وثالث وجبة كتكون مع 5، والرابعة هي الأخيرة كتكون مع 7. والتوقيت ديال الحديقة فهو من 10 الصباح حتى 8 العشية في فترة الصيف. يعني في فترة الشتاء كيكون توقيت آخر، يعني النهار كيكون قصير والتماسيح ما كياكلوش. وبالتالي فالحديقة ديال كروكو بارك أكادير فهي بالأساس يعني منخرطة في مجموعة اللي كتحمي هاد النوع ديال الحيوانات. والتماسيح اللي جبنا مؤخرا الحديقة ديالنا هما تماسيح غرب إفريقيا ولا تمساح الصحراء اللي كان عايش في المغرب في الطبيعة في الجنوب ديال المغرب نواحي الطاطا، اللي هو غير مؤخرا اللي اكتشفوا العلماء أنه واحد النوع آخر مختلف على تمساح النيل، لانه في الاول كانوا كيظنوا انه تمساح النيل يعني نفس النوع، ولكن من بعد تحاليل وتحريات اكتشفوا بانه تماما واحد النوع مختلف اللي هو ما كيكبرش بزاف في الحجم ديالو، وعنده واحد الراس اللي مختلف تماما على تمساح النيل. يعني كيقدر الواحد يشوف الفرق اللي بيناتهم ما بين تمساح النيل وتمساح الصحراء. وحاليا حنا جبنا واحد جوج ديال التماسيح اللي هما ذكر وانثى، جبناهم من فرنسا من ليو من واحد الحديقه ديال الحيوانات.
والعمر ديالهم 50 عام بالنسبة للذكر و30 عام للأنثى. وعاد مؤخرا عاوتاني من بعدهم جبنا واحد 16 بيبي ديال هذا النوع هذا من سويسرا من لوزان أكواتيس بارك اللي تقريبا هو هو الحديقة الوحيدة في أوروبا اللي كتحتوي على اللي كتنتج هذا النوع كتفقس هذا النوع ديال التماسيح. وحنا جبنا 16 تمساح من صغار التماسيح الصحراوية على أساس باش أننا نكبروهم عندنا هنا في الحديقة، ولما لا نقدروا نطلقوهم واحد النهار في المحيط الطبيعي ديالهم فين كانوا بطبيعة الحال في المنطقة اللي كانوا عايشين فيها وفي واحد المحمية، باش هاد النوع يتم إعادة الاستيطان ديالو في المغرب كيف ما كان عايش إلى حدود السبعينات. فهو انقرض بسبب الجفاف اللي عرفوا المغرب في السبعينات، وكذلك بسبب الصيد اللي كان التمساح الجلد ديال التمساح كان بدا كيتعرف وكان كيسوى وهو كيتعتبر اغلى 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 جلد في العالم. فلذلك الناس كانوا كيصيدوه كذلك على قبل الجلد ديالو باش يبيعوا الجلد ديالو او لا باش ياكلوا اللحم ديالو، لانه كاين في بزاف ديال البلدان فين نقدروا ناكلوا اللحم ديال التمساح. وحاليا في العالم كاين تقريبا كاين المزارع اللي كيربيو التماسيح على قبل اللحم ديالهم وعلى قبل الجلد ديالهم. فيعني الحديقة تقدر تلقى فيها مثلا مئات تماسيح باش الناس يشوفوهم، ولكن فاش كنهضروا على المزرعة ديال التماسيح فين كينتجوهم على قبل اللحم وعلى قبل الجلد فراه كتلقى الالاف ديال التماسيح، لانهم كيكونوا في واحد البلايص صغار وكيعطيهم الماكلة بشكل منتظم وكيعطيهم الحرارة مزيان باش انهم يكبروا دغيا باش يستعملوهم في البيع ديالهم.